السلام عليكم. زار وفد من الكاف مدينة وهران، إذن ووقف على مدى جاهزية مدينة وهران لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025، يعني ضمن الملف تاع الترشيح تاع الجزائر لتنظيم هذه المنافسة. إذن زار وفد الكاف الملعب وكل التجهيزات تاع الملعب المرافقة من قاعات ويعني تاع الصحافة والإرسال والملاعب الملحقة، وكذلك تفقد بعض الفنادق نتاع المدينة تاع وهران اللي سوف تضم إلى الملف نتاع الترشيح نتاع الجزائر. وللعلم أن الزيارة هذه بعد هذه الزيارة سيلحق الوفد نتاع الكاف إلى مدينة الجزائر وتيزي وزو لتفقد الإمكانيات نتاع المدينتين هذو في تنظيم الكان. إذن أترككم في نهاية مع نهاية هذا الفيديو، والسلام عليكم.